جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له؟ ما معنى إيمانا واحتسابا على وجه التوضيح؟ جزاكم الله خيرا. إيمانا واحتسابا والله أعلم. الإيمان يعني الاعتقاد، الاعتقاد في القلب بمشروعية الصيام وفرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام، يصوم ذلك عن إيمان واعتقاد بوجوبه وأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، خلاف ما عليه المنافقون الذين يصومون ويصلون ويعملون الأعمال من غير إيمان، وإنما هذا من باب الخداع والتظاهر بالدين. وأما احتسابا فالمراد به والله أعلم احتساب الأجر والثواب، يعني يطلب بذلك الأجر من الله والثواب من الله عز وجل والتصديق بما وعد الله سبحانه وتعالى به الصائمين، أن يصوم رمضان مصدقا بما وعد الله به من الأجر والثواب ويرجو ذلك عند الله سبحانه وتعالى.